نعم تفضلي. آخر الحصيلة هي 6 من شهداء رجال الشرطة بحسب بيان وزارة الداخلية، فيما ترجح مصادر أخرى ارتفاع هذه الحصيلة إلى 9 شهداء مع وجود عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى غار الدماء بمحافظة جندوبة على حدود الجزائر. أيضا وصلت تعزيزات عسكرية وأمنية إلى هذه المنطقة وتقوم حاليا بتمشيط واسع لهذه المنطقة الجبلية الوعرة لتعقب أثار المجموعة المسلحة التي ارتكبت هذه الجريمة الإرهابية، والتي يرجح أنها تنتمي لما يسمى بكتيبة عقبة ابن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي. وزارة الداخلية تقول أن هناك طائرات عسكرية الآن تحلق على هذه المنطقة، يعني منطقة غار الدماء بمحافظة جندوبة، لتعقب أثار هذه المجموعة المسلحة، فيما تم نقل طبعا المصابين إلى المستشفى. ومن المنتظر أن تكون هناك يعني مؤتمر إعلامي لوزارة الداخلية في يعني وقت لاحق لتوضيح الصورة أكثر فيما يتعلق بتفاصيل هذا الهجوم الإرهابي. أيضا بعض الخبراء ويعني المحللين للشأن الأمني والعسكري يعتبرون أن هذه الجماعات المسلحة طورت من أساليبها الهجومية فيما يتعلق بهذه الهجمات وهذه العمليات في السنوات الماضية. كانت هذه الجماعات تزرع الألغام وكذلك تستهدف الرعاة، لكن الآن أصبحت يعني هجوم بالرصاص الحي وبالقنابل وكذلك بالعبوات الناسفة. نجلاء بوخريص مراسلة الغد كانت معنا من منطقة غار الدماء، مكان العملية الإرهابية بمحافظة جندوبة. شكرا جزيلا لك.